organise la deuxième édition pour célébrer le nouvel an à Mazir. قديم يعني الخطوط العريضة لبرنامج كبير برنامج الاحتفال الوطني بعيد يناير وكذلك الدورة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية نشاط كبير تنتظرنا في افتتاح السنة يعني لونتام دو لا نوفيل اني 2022 avec un programme pas seulement lié aux festivités de Yenayer mais aussi beaucoup d'activités dans le cadre du programme officiel du Haut-Commissariat Amazighite. إعلام العمومي وكالة الأنباء الجزائرية التلفزيون الجزائري والإذاعة الوطنية بذلت مجهودات كبيرة ولا زالت تبذل من أجل تكريس الأمازيغية كلغة وطنية ولغة رسمية. احتياجات القناة الرابعة احتياجات معروفة ومساجلة. نخمم مثلا في محطات قد تكون في منطقة القبائل في بجاية في الأوراس قد تكون في خنشلة أو باتنا في غردايا في إليزي وتمراست في أدرار تكون إن شاء الله محطات حتى تكون تنتج برامج اللي تغذي الشبكة البرامجية للتلفزيون.